بص للناس اللي هم عندهم فيروس سي، مش شرط ان انا اقدم واسجل عقبال ما يجي لي علاج مثلا بعد شهرين. ما فيش امكانيات، ما فيش اجهزه، ما فيش الات. قررنا نتحدى ونسابق الزمن من خلال العديد من المبادرات لسرعة حل المشكلات الصحية المتراكمة، ومنها مبادرة الرئيس 100 مليون صحة علشان يكون المصريين ب 100 مليون صحة. نقضي نهائياً على فيروس سي، وفي وقت قياسي تم مسح أكثر من 51 مليون مصري، تم علاج المصابين منهم فوراً بالمجان. ده اللي دفع منظمة الصحة العالمية للإشادة بمصر في مجال علاج فيروس سي، وحققنا معجزة حقيقية في القضاء على قوائم انتظار الجراحات والحالات الحرجة. ملحمة كبيرة وإنجاز عظيم عملناه بتحدي وإرادة وجود كل القطاعات الطبية في مصر، ده غير الحملات الكبرى والمستمرة على المدارس لتطعيم وعلاج ملايين الأطفال والشباب. وقدرت مصر تبني أكبر مدينة للدواء في الشرق الأوسط لتصبح مركز إقليمي وتحقق اكتفاء ذاتي من الدواء. 30 يونيو، حلمي.